أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو تكرر، فضيلة الشيخ، لا يخفاكم ما يفعله اليهود في المسجد الأقصى وما يمر به هذا المسجد المبارك من أزمة خانقة، فما توجيهكم وما واجبنا نحن حول هذا المسجد المبارك؟ الله المستعان، نسوا الله فنسيهم. المسلمون الآن بأعمالهم يسببون انهزامهم. تجد بلد إسلامي لا يتعامل بالربا، المتعاملون بالربا مؤذنون بحرب من الله. تجد بلدا إسلاميا يعاقب من لا يصلي، بل تعدى الأمر، صارت المسألة فيها حرية، ينبغي أن لا يحاسب الشخص إذا ترك دينه، هذه حرية القول. من البلاد الإسلامية تقطع يد السارق أو يرجم الزاني الثيب أو يجلد شارب الخمر؟ أمور جعلت العالم الإسلامي كأنه ليس بعالم الإسلام من كل وجه، ولذلك لا يؤمل أن ينتصر المسلمون. ثم الآن فزع المسلمين والعرب بالخصوص إلى الولايات المتحدة لتكبح جماح دولة اليهود. الشخص اللي يبذر البذرة ويتعادها بالسخي لا يرجى منه أن يجتثها، فنسأل الله عليه الهداية والسلامة.